تأجلت عملية التسجيل الخاصة بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات الترقوي المدعم للمواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات الترقوي المدعم وكانت قد اختيرت بلدية دال ابراهيم بالعاصمة كبلدية نموذجية لإطلاق العملية لكن توصل المجلس تعليمة تطالب بتأجيل العملية إلى وقت لاحق إلى حين استكمال البلديات الأخرى استعداداتها بهدف تعميم عمليات التسجيل في كل للبلديات